تكاليف الزراعة وكل الكلام ده، ويمكن حتى ده كان سؤالي، انه دايما لما بنسمع من المزارع بيقول انا الحلقة الاضعف، انا بيتاخد مني الحاجة بسعر بسيط، ولما توصل بقى من تاجر لتاجر تزيد لغاية لما توصل لحنا لينا تبقى اكتر. فان انا اوازن، وان كمان هامش الربح يكون محدود، عرض وطلب وكل حاجة، لكن يكون سعر عادل، وفي نفس الوقت انه من مكان لمكان السعر بيختلف، والرقابة صعب. بص يا استاذه، السعر بيختلف من مكان لمكان. دي معاك، احنا بنتكلم في حاجتين، في سوق جمله وفي سوق تجزئه. هل احنا بنتكلم في فرق كبير جدا بين سعر بيعه الجمله في سوق الجمله وبين البياع اللي بيبيع تجزئه تحت بالنسبه للمستهلك؟ فرق يعني طماطم النهارده، في اقل طماطم تلاقيها بتباع بره ب 5 جنيه النهارده. المفروض قفص الطماطم، يعني كيلو الطماطم ما يتباعش ب 5 جنيه. طيب. لان كيلو الطماطم في الجمله هنا ماسك ماشي من 75 قرش او من جنيه لحد جنيه ونص او 175 قرش او 2 جنيه، ويصرف له 50 قرش تكلفه كمان يبقى 2 جنيه ونص. لما نقول نبيعه ب 3 جنيه ونص يبقى خد جنيه في الكيلو، يبقى ده سعر مناسب للمستهلك ومناسب لبياع التجزئه. لكن في بقى، ولو رحت سعادتك اسواق مجمعه في مناطق شعبيه هتلاقي الطماطم بتتباع فيها بالاسعار الرخيصه ليا. في اسعار ثانيه بتتباع في اماكن ثانيه، الراجل بيحط ايه؟ يبقى المحل بتاعه تكلفه ايجاره مثلا مأجره ب 7000 وب 6000 وب 10000 جنيه، لانه بيبيع كميات اعلى، وفي مستوى الاجتماعي بتاع السكان اللي حواليه اعلى شويه، فبيحمل كل ده على السلعه. فعلشان احنا بنتكلم على المستهلك لما البضاعه توصل له في النهايه. في مشروع اتعمل مع محافظ الجيزه واتكلمنا فيه، وبيعدوا فعلا ان هو الحل البديل ان يبقى فيه منافس موجوده داخل المحافظات بيتباع فيها الحاجات، بتتاخد من سعر الجمله مباشره، بتتباع بهامش ربح ضعيف، تزيد المنافس ويزيد المعروض. المنافس في الجيزه نفس. معلش يا حاج محسن انا هقطع حضرتك ونرجع نكمل كلامنا، والموضوع كبير ومهم وفي اسئله كتيره. تشرفني هنا ان شاء الله في الاستوديو.